ازيكم جمهورية أبو سليمان، عاملين ايه؟ وحشتوني كالعادة، وعايز أقول لكم النهاردة في فلوك بتاعنا عن مكنة اسمها بريفليك. مكنة دي ياباني، مكنة بريفليك مكوك معدن، مكنة مستعملة. بس بصراحة يعني أنا مش متعود أطلع بحاجات فيها مثلا خربوش والكلام ده وديفوهات، بس هي المكنة عجبتني جدا، أشكالها جميلة جدا وهنجربها دلوقتي. يعني يا ريت اللي بيتفرج يستنى لآخر الفيديو علشان يشوف الأشكال اللي المكنة بتعملها. هي طبعا أوتوماتيك، بنجيب كده خياطة زي ما انتوا شايفين، عايزين مثلا أي شكل من هنا أهو، بنعمل كده زجزاج. في بقى دي أشكال الفستونات كلها، عايز اقول لكم مكنه نظيفه. طبعا كالعاده جمهور ابو سليمان كله متعود طبعا على المكان واحنا بنجربه. طبعا اول حاجه عايز اقول لكم، هي واحده والصاحب النصيب اول حد هيطلبني من على الواتس يحجزها او يطلبها او يبعت فلوسها او يشتريها شحن محافظات، فمش عارفين هي لسه من نصيب مين. طبعا اوريكم حاله المكنه كلها اهي. طبعا مكنه نظيفه جدا. عايز اقول لكم دي، بصوا كل حاجة في المكنة أنا بوريها لكم بالتفاصيل. دي كده الخياطة زي ما انتوا شايفين، خياطة المكنة اهي. طيب أبو سليمان عايزين شكل، يبقى هنجيب من هنا كده ونغير الشكل بتاعنا، مثلا زجزاج اهو هيبقى واضح. طبعا ده بيوسع ويضيق زي ما احنا متعودين. انا بشتغل بالراحة عشان تبقوا شايفين ايه الغرزة بتاعة المكنة، اهو واضح قدام حضراتكم زي ما احنا شايفين اهو. طيب كده الصورة تمام. الشكل اللي بعده، انا هنا بألف في البكرة بتديني ايه الاشكال بتاعتها كلها. هنبدأ بقى ايه الاشكال نضيقها وتعمل زي شكل التطريزة اهو. شايفين جمهورية ابو سليمان الشكل اللي بعده اهو. الشكل اللي بعده انا عارف جمهورية ابو سليمان بيحبوا المكنة وهي بترسم. ودلوقتي واضح جدا اهو في الفيديو، الرسومات واضحة اهو. بصوا بقى انا اوريكم ده زجزاج تقيل شوية زي ما احنا شايفين اهو. وده شكل فستونة اهو، فكرة قماشة شيفون وخفيفة جدا، حتى مبينة لون الكرتونة من الناحية التانية. هي بتشتغل في كل الأقمشة. اللي بعده حابب اقول لكم المكنه دي ما بتغلطش غلطه، عشان كده انا الحاجه اللي بتعجبني بطلع بيها فلوك على طول لجمهوريه ابو سليمان. وده الظهر اهو زيه زي الوش اهو، ده الوش هنشوف كده اهو اللي المكنه رسمته. بصوا الزجزاج التقيل ده تحفه. زي ما شايفين اهو جمهوريه ابو سليمان، ادي الظهر وادي الوش. وهات لنا بقى الخياطه يا استاذ طارق اهي. طبعا بقى موضوع ان انا اطلع بوشي ده خلاص ادم قوي، ان ما شاء الله دلوقتي كل الناس اللي بتيجي عارفاني وعارفه شكلي. فانا حبيت النهارده اصور لكم المكنه، يعني فيها، ولسه كمان في حاجات هنا ما عملناهاش على فكره، وفي عراوي وفي تركيب زراير وفي اوفر. احنا كمان بصوا هوريكم دواسه السرفله، ادي دواسه السرفله بتاعت المكنه اهي.
طيب اللي هيلحق المكنة دي تبقى من حظه ونصيبه. على فكرة المكنة دي الأكل عيش، يعني مش شغل بسيط كده ولا حاجة، هي بتشتغل في الجينز وكل حاجة. استنيكم تنوروني، احنا مكاننا في 14 شارع رواي، وحذر لكم صورة اليافطة، وادي رقمين تليفون بتوع ابو سليمان. الفودافون ده في شبكة للفون، والزيرو 11 ده للواتس. مستنيكم جمهورية ابو سليمان. وعايز اقول لكم تخلي بالكم جدا من الناس اللي في شارع رويعي، في ناس وحشة كتير يا جماعة، بتتوه عن العنوان، تقعد تقول لكم خشوا كده وخشوا كده، وفي ناس قالوا لكم اشتروا من عندنا، ما تشتروش من ابو سليمان، حاجته وحشة. فخلاص الناس اتعودت على الكلام ده وعارفين طبعا، بس انا بتكلم عشان في ستات كبيرة ما تبقاش عارفة. فاللي عايزنا بقى يقول عايزين محل مجدي علي بتاع الكوالين، احنا قدامه على طول. هستناكم تنوروني. وده كان فيديو كده صغير. ان شاء الله قربنا ان شاء الله نعمل بقى فلوكات المكن الصناعي. عايز اقول لكم المكن السنجل البلاستيك ده عندي موجود، والبرازر البلاستيك ده برضو عندي منه موجود، وعندي الحاجات المعدن. بصوا بقى قنابل ذرية هي عندنا عند ابو سليمان، كل حاجة الحمد لله موجودة عندي اهو. المكنة الاسود كله بكمياته، حتى بصوا يا جماعة عندنا الحمد لله حتى على الأرض مكن، في كل حتة تلاقوا عندنا مكن اهو. طبعا مش بقعد انضف المحل واجهز واوضب عشان اعمل فيديو، انا بطلع في الفيديو كده عشوائي، والناس حبونا بالتلقائية بتاعتنا. فهنستناكم تنورونا جمهورية ابو سليمان. ما تنسوش بقى تضغطوا لايك يا جماعة، اللي كمل الفيديو ده يضغط لي لايك ويعمل لي شير ويدعمني. ومستنيكم تنوروني، والسلام عليكم ورحمة الله.